مرحبا بكم الكل في راحة بالي كالعادة استأنستوا بينا. معكم خلود مبروك في الميكرو. برنامج هذية نذكر أنه باي فونداسيون IFM نحكيو على الصحة النفسية بالأساس المراهقين وعائلتهم. لي ميساج راهم للناس الكل يسمعوا فينا مي سورتو لي زادوليسون. انتو ما شباب كان تسمعوا فينا راهو لي ميساج مهمين برشا وخاصة موضوع اليوم. قبل ما نقولكم على الموضوع خليني نرحب باللي دو كومبليس توا ولينا عادة يا جماعة. دكتورة نويل المهذبي طبيبة نفسانية مرحبا بك دكتورة، ودكتورة شيراز تخيل أخصائية في التغذية مرحبا بكم. حاب نقولكم حاجة اللي تفرجوا فينا راهو أنا بدي قاعدة نتعلم في برشا حاجات هكا قاعدة الأفكار الكل لصق فيها في مخي. دونك اعملوا كيفي وحاولوا انكم تتمعنوا في الكلام اللي يقولوا فيه الدكاتره لانه مهم جدا. اليوم باش نحكيو على الصحه النفسيه في الفضاء الدراسي والا في الفضاء المدرسي. وقت اللي قعدت مع الدكاتره قبل الحصه قعدنا نحكيو في التسميه، شنو تنجم يكون الحصه هذه التيم نتاعها، لي فوبي سكولير، انا نرى انها حتى نجم تكون لو بيانيتر دون ليسباس، لو بيانيتر في حياتنا الدراسيه وفي الباركور نتاعنا الكل. نعرفوا أنه المراهقة هي العمر اللي نكتشفوا فيه قديش لازمنا نقراو، قديش قراية مهمة في حياتنا، قديش بريسيون سوسيال وفاميليال علينا على كالبولتان. وقتها دكتورة تجي الفكرة الشريرة نتاع باش نخبيو البولتان ها ونكلموا ونصحبوا بنت البوستاجي باش نكلموها نسرقوا صاروا حاجات كبيره برشا في علاقه انه نكونوا بعاد على المسائله على المحاسبه في علاقه بقرايتنا في علاقه بادائنا. وقتاش تبدا تتكون هالضغط هذايا والفوبي والرهاب اسمه الرهاب الرهاب فوالا لا فوبي ان جينيرال. هو في تونس لي ديرنيير زاني الوالدين ولينا سوسيالمون ياسر اون انفيستي القرايه. بالنسبه لينا عبد قرا سكو اي فا ريوسير سا في، عبد ما قراش ولا ماهوش باهي في القرايه سي فيني عليه. دايوغ لي بارون معناها ما يقبلوش فكره انه صغيري ماهوش باهي في القرايه ولا عنده مشكله في الذكاء ولا باش نوجهه للتكوين المهني. توا قاعدين بشويه دو بلوز اون بلوس نحكيو على التكوين المهني والكل، اما لي بارون جينيرالمون ان اكسبتو با سا بار كونفورميزم سوسيال. بالنسبه لي الصغير ليديال اللي في المخو يلزمو يكمل قرايته للاخر كيلكو سوا. نحكي على لا بلوبار دي بارون، ومن هذا تبدا لا بريسون على المراهق تكبر بشويه بشويه. في المكتب في عمر الطفوله تو فا بيان، مريقل يبدا الصغير يسمع الكلام جينيرالمون مريقل يجيب دو بون نوت والكل. جي المراهقه بونجور لي بروبليم. هي فتره المراهقه شنيا سي اون فاز دو ترانزيسيون، تلقى البدن كبير يا دي شونجمون كوربوريل ومعاها المخ اللي مازال ماهوش ناضج ياسر، ويبدا كصغير يكتشف في بدنه اللي هو ولا راجل هي ولا تمراه. دونك فما دي زاميناجمون بسيكولوجيك. الوالدين يوليو ما عادش قدوه، المبادئ والقيم اللي زرعوهم فينا جينيرالمون نحطوهم ورانا ونبداو نلوجو دي موديل اخرين. شكون هم لي موديل؟ لاستار اللي في التلفزه، ولا فلان اللي قال القرايه ما عادش توصل، ولا فلان اللي حرق، والا فلتين اللي قال لي اجا نعمل معاك مشروع وفك عليك من القرايه. دونك وقتها تبدا العلاقه تتوتر ما بين الوالدين واللي زادوليسون على موضوع القرايه، ويبدا بالوقت بشويه بشويه يبدا لو ديزانفستيسمون سكولير ويولي صغير ما عادش راغب في الدراسه، يولي يغيب بالسرقه وي بشويه ما يفيقوش بيه اللي تلقاه ساعات عام دراسي كامل والا ان تريمستر يهز كرتابته صباح يروح في الليل والوالدين ماهمش فايقين ياخذ في فلوس ليتود اللي صارت برشا مرات ويجيو يحكيو لك لي بارون. ايه عنا المخرج نتاعنا توا من غير ما نقول اسمه قاعد يعمل لي هكا، معناها هاو مثال حي قدامك. على خاطر ما سمعنيش لادوليسون وقتها شنو هو يحب، شنو تحب تولي، ايجا بابا نحكيو علاش ما عادش تحب تقرا. لا نحنا هذاك كل نزابيو وتلقاهم كركرينو للبسيكياتر اي حل المشكله شبيه وانت نتخيل اغلبيه البسيكياتري يبداو يسمعوا بهدوء، تلقى الوالدين يبداو في حاله ويقول لك مشيت هزيته للطبيبه تخزله وتقول له انا باهي بتاعك انا باهي تريمستر غايب راه تريمستر. دونك سي غولاتيف
خاطر انت توا كي تحكي لنا هكا يلزم العوده على الاسباب ونفهم ونحطوا رواحنا في بقعه الادوليسان. يمكن هذه لا كومباسيون هذه ولا لومباتي نتوما سي لومباتي فوالا لومباتي هي اللي تخلينا بوتيتر ما نعرفش نجمو نفهمو شويه شنو اللي يدور في ذهنه الادوليسان باش نجمو نعاونوه جوستومون كيفاش نعاونوها باش نرجع لك واهميه انه نفهموه ونحطوا روحنا في بقعته. لكن ديما يلزمني النصائح والتغذيه لانه التغذيه مهمه جدا في الموضوع هذا خاطر تساهم في اداره التوتر والقلق على خاطر هي الوضعيه كلها مقلقه. يبدا الادوليسان والا الشاب ما ينوش يمشي يقرا هنا نحكيو حتى على الجامعه مرات راه مانيش نحكيو كان على الليسي. دونك شنو نصائح التغذيه اللي تنجم تقدمهم لنا دكتوره شيراز باش نجمو نساهموا في اداره التوتر هذا؟ Absolument. كنا نسمعوا ظهر يقولوا العقل السليم في الجسم السليم. دونك وهوني يجي دور التغذية نتاعنا ودورها سورتو في الكونسنتراسيون في جيستيون دو ستريس كيما حكينا المرة اللي فاتت على لي زاليمون الانتي ستريس. واليوم نجم نركز اكثر على لاليمونتاسيون اللي بالحق تخلينا نركزوا اكثر خاطر فما برشا دي ادوليسون يقول لك كي نمشي انا عندي اكزامان ولا حاجه ما نجمش نركز نحس روحي افكاري متشتته وكل. دونك هوني بالحق يلزمنا نركزوا على الاليمونتاسيون تاعنا. شنو ما الحاجات خلينا نشوفوا ساعه خلود شنو ما الحاجات اللي يلزمنا نتجنبوها في الاليمونتاسيون تاعنا واللي هي اول حاجه لو سكر. كنا نعرفوا اللي السكر يضعف المناعه تاعنا واللي هو سيتان دروغ لو سكر دوموند لو سكر. قد ما تاكل سكر قد ما بدنك يزيد يطلب اكثر. صحيح كي باش تاكل سكر انت باش تحس روحك هكا شيخ فرحان عامل جو مي ماكش باش تدوم برشا معناها الفاز هذيك جوست سويعه سويعه ونص ومن بعد بدنك يعاود يطلب مره اخرى وانت باش تعطيه انكونسيامون. هوني انا ننصحهم باش ياخذوا حاجات سكري مي سكر ناتوريل كيما باغ اكزومبل لي فروي سيشي كيما الكرموس الشريحه هذيك اللي نعرفوها واللي تري بينيفيك معناها تري ريش ان فير وكل او ميم طون حاجه حلوه. الحاجة الثانية اللي هي توسكيي لحوم باردة لحوم باردة كيما لي شاركوتري جامبون دونك اللي فيها دهنيات مشبعة فيت خلود وهذه نلقاوها ان جينيرال في الحاجات المعلبة اللي نشريوها. دونك يلزمنا اون ايفيت توسكيي اندستريال توسكيي معلبات حاجات حاضره معناها نشريوها ونمشيو مع بعضنا لاليمونتاسيون معناها اللي تحفز كيما قلنا الكونسنتراسيون كيما شنو الاوميغا 3. تقولي الاوميغا 3 وين نلقاوه؟ الاوميغا 3 نلقاوه في توسكيي بويسون بلو كيما السردينه الماكرو سومون باش تقولي فما شي تونس غالي 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 وي كيما نوا زيدا تري ريش زوزه تري ريش اون زوزه موجوده في لي بودكاست الكل حاضره بقوه بالحق خاطر تري ريش اون مانيزيوم زيدا كيما قلنا اللي هو يهدي الاعصاب يخلينا هكا بالحق سا ريلاكس معناها دونك وزيدا فما لي بون ليبيد لي بون ليبيد اللي هما يلزمنا نعرفوا ساعة اللي هو 60% من المخ نتاعنا متكون من لي ليبيد دونك لي ليبيد مهمين برشا في التغذيه نتاعنا مي يلزمهم يكونوا بكاليتي باهيه اللي كيما شنو ما كيما لافوكا زيت زيتونه اللي هو معناها زيت زيتونه تاع تونس من احسن الانواع دونك ما نتصوركش فماش دار ما فيهش زيت زيتونه فما 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 في الديار الكل مهم برشا زيت زيتونه نعرفوا ما نفهموا احنا لازم لازم هذيك حاجه لازمه كيما لي غرين اللي تويكا نلقاوهم برشا كيما غرين دو شيا غرين دو لان زريعه الكتان كل غرين هذوكم الخضر نتقلوا بالقرع زيدا هذوما كلهم فيهم دي ليبيد من نوعيه باهيه ومن كاليتي باهيه اي سورتو كي نحكيو على ليبيد فما لاسوسياسيون اوميغا 3 وفيتامين او لي فيتامين او زيدا نلقاهم في توسكي حاجه ويل معناها دونك لاسوسياسيون هذه تقوي برشا الكونسنتراسيون كيما شنو تنجم تاكل زيت زيتونه مع النوا
دونك يقوي برشا الكونسنتراسيون ننصحهم بها معناها توا رونتري سكولير ورجعوا يقراوا معناها صغار وكل باهين برشا في فطور الصباح. هي البرشا دكتوره شيراز هذه النصائح ثمينه جدا دونك زيد زيتونه ونوا الكومبينيزون اكستراوردينير كتنصحكم بها دكتوره شيراز. قبل ما نرجع معك دكتور نويل وهني باش نحكي معك على راي الطب النفس في علاقة بالشباب اللي يبدأ عندهم هالخوف هذية من الفضاء الدراسي اللي هو ناتج على العديد من العوامل، كيفاش نجمو نعاونوهم، كيفاش نجمو نساعدوهم؟ عنا تليفون نسمو مع بعضنا. أميمة معايا؟ أي عسلامة عايشك أميمة. شنو باش تحكي لنا على الموضوع الصحة النفسية في الفضاء الدراسي من خلال تجربتك؟ عندك تيموانياج؟ اللي عندي تيمونياج، انا كأم قاعدة نعيش مع ولدي في وضعية صعيبة برشا. ولدي تبارك الله عليه يقرب الكبي اكسلون بشي الليسي بيلوت. المشكلة اللي هو في العام الاول متاع الليسي بيلوت ما لقاش روحه في الجو داخل بالكبي، معناها ما نجمش يعمل اصحاب خاطر هما يقراوا برشا وكله، هو ماهوش من نوع معناها كما نقولوا احنا اللي يقرا ياسر، يحب السبور يحب الموزيك. دونك ما لقاش روحه مع الناس اللي موجوده غاديكا كليمزا، ولا يحس روحه وحده، صحابه الكل ما همش في الديسيبيلات. طلب مني العام الاول باش نخرجوا، انا ما حبيتش الحق انا وبوه خاطر معناتها مستقبله وكل شيء. بعد العام الثاني اللي هو عام ناول قال لي، جيني في السمستر الثاني قال لي انا ما عادش نقرا، وقال لي راني كي نشد الورقه راسي يوجعني. اما هو معناتها في الدار عادي يعني، كان يخرج سافا ما عندوش مشكله، جوست وقت اللي يبدا قدام القرايه وكل انا وبوه ملول ما صدقنيش، ولكن طلعت بالحق الحكايه ابارامون. كي يشوف وراق وكرارس وكتب يولي راسه يوجع وما ينجمش يقرا، وتجيه ميغرين كبيره ما ينجمش يركز وما عادش ينجم يعمل حتى شيء. دونك سيمستر الاخرين ما قراش، وانا في اوبليجي باش نرجعوه لسي نورمال باش يقرا فيه مع اصحابه. وان شاء الله العام لسي نورمال تحسوا انه الفكره مازال ما رجعش، اما هو قال لي هو فرحان يعني مازال الفكره مرتحته ما عادش راسه يوجع برشا. هو راسه معناتها كان يوجع فيه بطريقه كبيره، لان احنا فاكرين اللي عنده سينوزيت ولا بالكسي عنده حاجه مرض ميغرين. اما معناتها نوع تاخذ دواء نتاع سينوزيت، اما ما معناتها كتجي كان الحكايه وقت يجي باش يقرا. واضح ما عندوش وجيعة راس أفاغ القرايه. صحة أميمة على الشهاده هذه مهمه جدا، على خاطر حكايه راسي يوجع كي نجي باش نقرا ياسر نسمعوها دكتوره، ويمكن هنا نسبة التفاهم من عند العائلة سورتو ما تكونش ديما حاضرة. ولا فما أعراض بدنية يكون المأتم تاعهم نفساني، كيف وجعة الراس يتسميو ديسيفالي بسيكوجين، معناها بزويل السبب تتنحى الوجع. كيما قلت لك كي يخرج كي يتفرهد كي يتفرج في التلفزة ما عندوش وجعة راس. الراس ما يوجع كان وقت اللي يشد الورقة ولا يتفكر القراية اللي وليت له سورس دو ستريس. باهي هونيا كاخصائيين نفسيين نصدقوهم لي زادو هذوما، فما شكون يجيك بوجيعه في كرشو، فما شكون يوصل يعملوا ديفوميسمون كل صباح قبل ما يمشي للليسي، مشكله في الترانزيت ديما كونستيباسيون مره دياري وجايع في الكرش كبيره برشا. فوالا هذوما ينجموا يكونوا اعراض الارمون، معناها سي الارمون يلزمنا وقتها نفيقوا نقولوا ولدي سان فا با، ولدي ماهوش مريقل. وكيف ما قالت اميمه الوليد اي نو سي با ادابتي في الميليو سوسيال نتاعو، دونك ما ينجمش يقدم ما ينجمش يعطيك لو بلوس، ما ينجمش يقرا اذا كان ماهوش مرتاح نفسانيا وما لقاش روحه وما عملش اصدقاء وما عملش اصدقاء يتقاسموا معاه لي ميم زانتيغي. احنا لهوني مانيش باش نقولوا لي سي بيلوت خايب ولا لي سي مش بيلوت باهي، كل صغير وكيفاش. لان دكتوره حبيت نجاوبك بطريقه يمكن متعارف عليها عند نسبه كبيره من المجتمع، يبرى ما عملش صحاب، هو ماشي باش يعمل صحاب، هو ماشي باش يقرا، فما ناس تحلم باش تكون في بقعته غاديكا في الليسي نتاع المتميزين، وهو واش خاصو يمشي يقرا على روحه ويجيب موين باهيه وجيب لي 12 المره الاخرى وانا نحب يجيب لي 17 وندخلوا في كل هذيك اكد دوامه اللي
الحقيقة معناها وبإثباتات علمية متكررة ما تنجم تكون كان عندها أثار سلبية على الأطفال وليزادوليسون. هنيا ليزاتونت نتاعنا من الادوليسون كبار ياسر، انتظاراتنا منه. انا لهوني نسال البالغ هذا، الشخص البالغ الوالدين، نقول له جرب انت امشي 8 سوايع على الخدمه نتاعك، ما تكلم حتى حد في الخدمه، ما عندك حتى زميل يتقاسم معاك هوايات ولا ديزاكتيفيتي، وجرب اسكو فما رونتابيليتي والا لا، اسكو باش تكون فرحان والا لا، اسكو باش تنجم تخدم والا لا، ومن بعد تنتفهموا. معناها ما ينجم حتى انسان يتواجد في ميليو وين يحس روحه منزوي وماهوش داخل في الجو ويقدم، وزيد نحن نطلبوا منه باش يقرا باش يتميز. دونك ما نطلبوش منهم حاجات مستحيله، كل صغير إلي بارتيكولي. ما مشيتش الأمور في الليسي بيلوت سوني با غراف، عطينا يبدأ مريقل، عطينا تبدأ صحته النفسية متوازنة، بعد كي تهزوا الميليو اللي هو فيه فرحان وشيخ كيفا إكسيلي متخافش عليه. بيه ولا. واضح جدا. نشكركم برشا. باش نختم معاكم في الموضوع هذية، وأكيد الكرة عند العائلة ولي بارون أكثر لهنا من لي زادوليسون بيدهم، وحتى الشباب ولا المراهقين اللي يسمو فينا وقت اللي يتأكدوا أنه الوضعية هي فعلا في علاقة بالفضاء المدرسي، يقولوا حاولوا أنهم يعبروا يوصلوا الفكرة بأكثر وضوح ينجموا يقولوا به الحاجات. شكرا لكم الناس الكل، ميرسي بوكو، كانت هذه راحت بالي.